مباراة شبيبة الساورة بالضيف شباب بلوزداد كانت بمثابة الامتحان الحقيقي لأصحاب الأرض في أول ظهور لهم ضمن أندية النخبة. أول تهديد في المباراة كان عبر مخالفة عمور في الدقيقة الثالثة، تهديد رد عليه مطراني في الدقيقة 17 عبر هذه الرأسية التي افتقدت لعنصر التركيز، ليأتي الدور على بن عياد برأسية أخرى لكن كرته مر جانبية. الدقيقة 23، عمل فردي متميز من الدولي إسلام سليماني الذي سدد بشكل جميل لكن القائم ناب عن الحارس صفيون، وكان بإمكان الساورة افتتاح مجال التهديف في الدقيقة 40. كرة في العمق الدفاعي، بن عياد ضيع ما لا يضيع بعد تألق الحارس شويح. المرحلة الثانية دخلها الساورة بقوة بغية تغيير النتيجة، بن جلال يقوم بعمل فردي متجاوزا مجموعة من لاعبي الشباب يسدد بقوة لكن شويح كان حاضرا. إلى أن جاءت الدقيقة 28 حين أعلن الحكم بشير ركلة جزاء لأصحاب الضيافة إثر لمس الكرة لأحد مدافعي الشباب، ركلة جزاء أخفق مطراني في تحويلها إلى هدف السبق. التغييرات التي أجراها مدرب الشباب بإقحام كل من باسكال وبن علجية حركت الآلة البلوزدادية. هنا تمريرة جميلة من باسكال لكن ربيح يفشل في وضع فريقه في المقدمة قبل النهاية بعشر دقائق. وبينما كانت المباراة تسير إلى نهايتها بتعادل سلبي، القناص إسلام سليمان يستغل تمريرة بينية ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع صفيون ممضيا هدف الفوز في الدقيقة 43. بداية مثالية لشباب بلوزداد وهزيمة أولى للساورة التي أظهرت وجها طيبا واستعدادا حسنا في انتظار قادم المباريات.